نستضيف الغرافة، وسبحان الإيراني سوف يستضيف النصر الإماراتي. في المجموعة الرابعة العين يستضيف الهلال السعودي. واستقلال الإيراني يلعب مع الريان القطري. الأهلي وصيف آسيا، تسانده جماهير حملة جماهيرية للأهلي لتساند الفريق أمام الغرافة القطري في أولى خطواته نحو اللقب الذي كان قريبا من خلال الموسم الماضي. فهد الغامدي يتحدث عن المباراة. قمة خليجية بطريقة آسيوية وبداية مشوار جديد نحو الحلم. في أولى خطوات الفريقين يستقبل غدا وصيف بطل النسخة الماضية الأهلي السعودي نظيره الغرافة القطري في أولى جولات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا. الفريقان التقيا مرتين في نسخة عام 2010 وانتهى اللقاءين بفوز الغرافة ذهابا وإيابا. وللمرة الأولى تجمعهم مكة المكرمة غدا على استاد الملك عبد العزيز بالشرائع. الراقي بطموحات النسخة الماضية يدخل لقاء الغرافة ويأمل في بداية مثالية تحقق له النقاط الثلاث في ظل تحسن نتائجه محليا في المباريات الماضية. ويعول التشيكي كارولي رولين كثيرا على البرازيليين برونو سيزار وفيكتور سيموس، إضافة إلى تيسير الجاسم ومصطفى بصاص والكولومبي بالومينو. في المقابل يدخل الغرافة المواجهة وهو يمر بمرحلة انتقالية بعد إقالة مدربه الفرنسي ألان بيران نهاية الأسبوع المنصرم نتيجة تواضع نتائجه في الدوري. ويحتل الفهود حاليا المركز السادس في الدوري القطري بعد أن خسروا أمام الخور السبت الماضي. ويعتمد المدرب التونسي الجديد حبيب الصادق في مباراة الغد على لاعبين يصنعون الفارق كالأسترالي مارك بليشيانو والفرنسي سيسيه والبرازيليين أندرسون وأليكس. خطوة أولى لأبناء القلعة الخضراء لإعادة حلم اقتربوا منه كثيرا في النسخة الماضية. ومنذ ذلك الحين وجماهير سفير الوطن تتعطش لإنجاز آسيوي وبداية مشوار الحلم في البطولة الأغلى على مستوى القارة الصفراء. نتابع الآن آخر استعدادات الأهلي أو آخر التدريبات اللي كانت يعني مفتوحة للجماهير أمس، واستعداداته وحديث الجماهير من داخل المعسكر الأهلاوي مع زميلنا نايف مشهور. طبعا البرنامج الآسيوية تحتاج إلى إعداد معين. إلى نحن الحقيقة تابعنا الفرق اللي في مجموعتنا وتابعنا فرق الغرافة، النصر الإماراتي وفولاد سبهان. وطبعا نحن النصر الإماراتي وفولاد سبهان لعبنا معها العام الماضي وكانوا في نفس مجموعتنا. الغرافة نحن تابعناهم كويس بلا وعملنا لهم في عندنا مباريات لهم ونتنصهم إن شاء الله. أكيد هم طبعا نفس القصة بيدرسونا وبيشوفونا ورسلوا مباراة الفيصلي كان مساعد مدربهم موجود في الملعب على أساس يتابعنا. فالمشوار الأسوي يختلف عن المشوار الآن، يحتاج إلى تركيز، يحتاج إنك تلوم نقاط تستفيد من المباريات اللي على أرضك.
الحمد لله نحن عناصرنا الآن تقريبا متكاملة، ما عندنا خارج التشكيل إلا لاعبين فقط اللي هو ياسر فهمي وخلقة العامر، هم الآن تحت العلاج. المباقية كلهم جاهزين يكونوا يشاركوا في هذه البطولة الآسيوية إن شاء الله. الآن إحنا في بطولة جديدة وفي مع حتى مع فرق جديدة، الآن حتصعب علينا لأنه كل الأندية عارفة نادي الأهلي وصيف النسخة السابقة. إن شاء الله يعني الفريق يعني جاهز لهذه البطولة، وإن شاء الله تكون بدايتنا موفقة إن شاء الله. فريق الغرافة بكل أمانة فريق محترم، ويعني عنده محترفين على مستوى عالي. إن شاء الله يعني الفريق بيحاول قدر المستطاع إنه يخرج بثلاث نقاط وتكون إن شاء الله حافز لنا في باقي المباريات بإذن الله. والله المجموعة يعني ما أقول لك إنها صعبة ولا إنها بسيطة، بس فريقين على ما أظن النصر الإماراتي وسبحان الإيراني كانوا معنا في نفس المجموعة العام، يعني والفريقين اللي اختلفوا وبرضو فريقين من نفس الدولة، فما في اختلاف كبير في المجموعات، فإن شاء الله إحنا عدينا العدة إن شاء الله. الآن نذهب لمتابعة حديث المدرب جارولي مدرب الأهلي مع اللاعب مصطفى بصاص مع زميلنا سمير الصوفي في المؤتمر الصحفي. انتهى المؤتمر وسأله عن المباراة وأجاب. أكيد المباراة الأولى في آسيا مباراة كثير مهمة من الناحية النفسية، مباراة يعني الفائز فيها ممكن إنه يبين بجدول المجموعة، أكيد مباراة كثير مهمة من الناحية النفسية للاعبين. أكيد هذه المباراة يعني بالنسبة لنا حافز إنه نفوز فيها، والمهم من هذه المباراة هي الثلاث نقاط. والله هو مو إنه وضعه سيء في الدوري، يمكن يكون له وضع سيء في الدوري زي ما قلت أنت، لكن في بطولة آسيا يعني لسه بطولة وابادة ما تعرف على أي فريق كيف يكون وضعه، وإن شاء الله زي ما قال المدرب إنه مستعدين للمباراة بشكل جيد بإذن الله. أنت زي ما قلت أول مباراة في آسيا أكيد إنه تكون مباراة صعبة وإنه أي فريق يطمح لها، وزي ما تشوف أنت إنه الحمد لله النفسيات كويسة للشباب، وإن شاء الله إحنا نطمح إنه نتمنى إنه نحقق التأهل للدور الأول، وإن شاء الله نتمنى الفوز في المباراة. والله هذا الشيء أكيد يعني نفتخر فيه صراحة إنه وصيف البطولة اللي فاتت، ما بنفتخر فيه إنه نقول لك إحنا وصلنا نهائي آسيا قدر إنه ما حققنا النهائي، هذا الشيء نستفيد منه وإنه وصلنا النهائي، وأكيد بنستفيد في الخبرة إنه وصل للنهائي والتعامل مع البطولة الآسيوية، وإن شاء الله نتمنى التوفيق بإذن المباراة. أكيد إن شاء الله إحنا على ثقة، هي أول مباراة هنا في بطولة آسيا على ملعبنا، إن شاء الله إحنا على ثقة إنه لاعبينا راح يكونوا جاهزين، عندنا أسماء جاهزة، وإن شاء الله يعني راح هنا المباراة أساس نحوصل أول ثلاث نقاط إن شاء الله في البطولة. بالنسبة إحنا عندنا أسماء خلال التمرين، إحنا على ثقة يعني باختيار الأسماء اللي مناسبة للمباراة. بالنسبة لنا يعني عندنا برونو لاعب جديد إن شاء الله يعني الآن بدأ يأخذ على أجواء الأجواء السعودية على أجواء النادي، تكلم مع اللاعبين، فإن شاء الله يعني أكيد راح يكون يعني مع الفريق أثر في المباريات القادمة، ويعني يعني الاختيارات تتم حسب المناسب للمباراة اللي راح تواجهنا يعني. أكيد هو تكلم عن هذا الوضع مع الإدارة، لكن الآن إحنا في وضع يعني ما فيش عندنا خيارات، فالخيارات الموجودة عندنا لازم نحاول إنه نستغلها لغاية نهاية الموسم، في حالة إنه ما تعدلش الموضوع يعني أكيد راح يكون في حلول مع نهاية الموسم. جماهير الأهلي وعدت منذ أيام بحشد جماهيري يملأ مدرجات ملعب مكة لمساندة الأهلي كما عودة الفريق في مناسبات ماضية. أبدأ معك خلف ملفي
الأهلي والغرافة، بعد شوي حنشوف استعدادات الغرافة ومؤتمر المدرب، لكن هل تشعر بأن الأهلي من خلال معطيات فنية يبدو ويظهر بشكل جيد وهو جاهز لأن يبدأ خطوة موفقة في آسيا؟ يبدو أن جماهير الأهلي ستسير بشكل أفضل على نفس ما سارت العام الماضي. نعم، تقول اللاعبين مباراة عليكم مباراة علينا، هذا اللي واضح من استعدادها لهذه المباراة أنها ستدعم الفريق بقوة في أول مباراة في آسيا. المعطيات جيدة، فريق الهلاوي مستقر أفضل، عنده الآن حلول أفضل بعد ما ارتفع مستوى لاعب برونو الجديد. نعم، تأقلم نوعا ما مع الأجواء العامة، أعتقد أكيد أنه حسن على الأقل يعني من حيث اللياقة ومن حيث أنه يخفف من وزنه، كل هذه أمور ستساعد الفريق لأنه صراحة قدم لمسات جميلة في مباراة الأخيرة. ولاعب عنده إمكانيات عالية، ربما الفريق الأهلي دائما أنا إذا شاهدته يلعب بدون الحوسني أحس أنه ناقص. الحوسني عنده قيمة غير طبيعية على مستوى الميدان، على مستوى منطقة 18 أمام المرمى، حركيا ذهنيا حماس، لذلك أتمنى أن يكون جاهز على الأقل لو يلعب حتى الشوط الثاني. طيب، لأنه إضافة قوية للهجوم الأهلاوي، علما أنه الفريق كل فريق مستقر يتميز أكثر يتطور أكثر كل مرحلة مرحلة. أيضا بعد ما جاءهم هوساوي بعد ما ضموا هوساوي تقوى الدفاع وتقوى المحور وأيضا تقوت لمنطقة العمليات بشكل. طيب، حنشوف الغرافة وارجع أخذ رأيك كابتن. الأجواء في الغرافة أيضا اليوم تحدث المدرب في المؤتمر الصحفي، ثم بعد ذلك سنتابع استعدادات الفريق القطري الأخيرة. نتابع أول المؤتمر الصحفي. C'est vraiment difficile après pour les autres de te rattraper. Et là, le premier match à l'extérieur, surtout, c'est vraiment, vraiment très important qu'on fasse un bon résultat. أكيد أن المباراة الأولى تظهر من خلالها مؤشرات على ما مدى طموحك خلال هذه البطولة، والفوز في المباراة الأولى أكيد أنه يصعب المأمورية على باقي الفرق، خصوصا إذا كان كما هو في حالتنا الآن خارج الميدان. أكيد أن الانتصار سيكون له تأثير إيجابي على فريقنا بشكل كبير. الحمد لله عنا لاعبين عندهم خبرة، أول مرة نشارك يعني عنا خبرة في البطولة هذه، وجهزنا المجموعة صح، حاولنا باش درسنا كل الفرق وبدينا بالمباراة من المباراة، ابتداء من مباراة نادي الأهلي، نادي فريق وصيف البطولة اللي راحت. من مؤتمر المدرب إلى استعدادات الفريق القطري الأخيرة مع زميلنا سمير الصوفي الذي تابع تدريبات الغضاف القطري. طبعاً استعداداتنا نفس استعدادات أي بطولة، بس ممكن هالبطولة هذه يعني استعدادنا طبعاً يكون غير، تركيزنا طبعاً يكون أكثر من المباريات السابقة، لأن بطولة طبعاً أحسن من البطولات يعني اللي إحنا شاركنا فيها، بس فأكيد يعني طبعاً يكون تركيز أكثر ولازم تكون بدايتنا صح عشان نبدأ البطولة ونكملها صح. كابتن، كون إنه المباراة الأولى تكون خارج أراضيكم مرهق بالنسبة لكم؟ والله اكيد يعني بتكون مرهق، يعني اول شيء بتكون سفر وغيرنا انت بتجي وبتحضر وغيرنا الملاعب، يعني ممكن احنا في قطر متعودين على ملاعب، وبرا طبعا قطر تكون ملاعب وارضيه الملعب ممكن تتغير علينا وتكون غير يعني طب بالنسبه لنا احنا. عندكم طبعا المعلومات الكافيه عن النادي الاهلي؟ والله اكيد المدرب ومن ناحيه الاداره طبعا عارفين النادي الاهلي وتابعوه من ناحيه الفيديو واخر مبارياته، فاكيد المدرب عارف وحط الخطه المناسبه للنادي الاهلي. استعدادات ما يعني عدينا نفسنا احنا تقريبا من اسبوع او اكثر، يعني مش امس الا قبل امس، مع ان احنا لعبنا مباراه في الدوري قبل تقريبا يومين او ثلاثه، ومستعدين ان شاء الله من كل النواحي ان شاء الله، وعسى الله يوفق. اول شيء طبعا هالشيء يعني شعور حلو جدا يكون يعني لما تلعب ضد نادي خليجي، بس في نفس الوقت يعني ما يكون يعني ما انت راخف، يعني لازم نأدي في كل الاحوال، يعني سواء نادي خليجي نادي اسيوي نادي، لازم تعطي كل اللي عندك في الملعب. كابتن صالح، هلال الأهلي والغرافة
والله طبعا ابو احمد تكلم عن الاهلي انت تعرف الغرافه اكيد. لا الغرافه كنت اعرفها سابقا، الان تغير كثير من اللاعبين يعني. الغرافه اللي كان يلعب مع الانديه السعوديه وسب يعني كان يعمل معهم مباريات حلوه ومثيره. صحيح. كان الغرافه يونس محمود، انس العساس، كليمرسون البرازيلي، كل هذول مو موجودين في الفريق. اعتقد الفريق الغرافه لسه راجع بعد ما الشتويه رمم صفوفه، ويعني اقول لك الان هو قاعد الان يعني يمكن يخطو خطوات الى اعاده فريق الغرافه وهيبه الغرافه. اتمنى ان شاء الله انه الاهلي ما يعطي فريق الغرافه فرصه في انه يعني يقتنص منه لو حتى النقطه. لأنه طيب لأنه الاهلي فنيا جاهز؟ انا من وجهه نظري فريق الاهلي جاهز من جميع النواحي بامانه، ان جيت على المستوى اللاعبين او البدلاء او جيت على مستوى الاستقرار الاداري والفني موجود، ان جيت على نقطه الجماهيريه فريق الاهلي انا يعني متوقع اني بشوف زحف خلف الفريق بشكل كبير. لاعبين شباب في الاهلي يعني صراحه دائما يعطون روح للفريق. يعني شوف الفرق، بعض الفرق تشوف اللاعب يكون في لاعب مميز اجنبي يعطي الفريق الروح. انا الان اشوف بصاص، اشوف اللاعب السوادي، اشوف اغلب لعيبه الشباب يلعبون في الاهلي يعطون الفريق روح. نعم. فريق الاهلاوي مؤهل بشكل كبير انه يكسب فريق الغرافه، واتمنى يكون فريق الاهلي يعني يحط قدمه بقوه في مجموعته من هذه المباراه. طيب حنشوف المجموعه الاخرى اللي فيها الهلال غدا سوف. طبعا ترى على فكره ترى رمم صفوف بقوه، يعني من ضمنهم اشهر لاعب نيني اللي لقب نيني الفرنسي هذا اندرسون لويس اللي كان ايضا بعض الانديه السعوديه تحاول ان تستقطبه لم تستطع لغلاء اللاعب، ما تاقلم. وعندهم سيسي اللي كان اعتقد في المؤتمر. نعم. في لاعبين عنده كويسين يعني اتمنى بالفعل ان الاهلي يحذر كثيرا من المباراه. طيب عموما